السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما شايفين كده يا جماعة، احنا خارجين هعمل لكم جولة بقى. واحنا خارجين كده احنا هنتمشى على الكورنيش شوية، وهناكل ايس كريم، وهنأجر عجل، وهنأجر البيتش باج، احمد عايز يأجره، وهنشتري شوية حاجات. فخليكم معانا بقى، انا اخوكم جولة كده معانا. انتوا عارفين ان انا بحب افرحكم كده وابسطكم، تعالوا يلا تفسحوا معانا. دلوقتي احنا خرجنا من الشقة، زي ما شايفين كده ده الشارع اللي احنا ساكنين فيه، وهو على البحر على طول. رحنا ايس كريم عزة، لازم كل يوم نزور المحل ده بتاع ايس كريم عزة. وبصراحة الايس كريم بتاعه جامد، وله فروع كتيرة جدا في مرسى مطروح، في كل حتة نمشي نلاقي ايس كريم عزة، وكمان في اسكندرية ايس كريم عزة يعني مشهور ومعروف. فاحنا ايه، كنا قاعدين كده، وبعدين قلت لهم ما تيجي ناخد الايس كريم ونروح على البحر. انا بحب بصراحة اكل ايس كريم وانا بتمشى كده على الكورنيش على البحر، والجو بره جامد على الشاطئ كده. فاحنا طلبنا الايس كريم وخدناه ورحنا على الشاطئ، وكمان هنروح اماكن كتيره. خليكم معانا. الناس بقى اللي بتتفرج عليا، في ناس كتير بتتفرج عليا ما بيردوش يعملوا اشتراك، انا زعلانه منكم جدا. لو سمحتوا بقى اعملوا لي اشتراك عشان عايزه اوصل ل1000. ده الايس كريم بتاعهم في نكهات كتير، وكمان على فكره اسعارهم حلوه، يعني البوله الصغيره يعني تقضيكوا على فكرة ب15 جنيه، واللي هو برضو القرطاس دوت ب15 جنيه، وممكن يشكل لكم كل النكهات مع بعض في قرطاس واحد بس او في بولة واحدة. احنا بنحب نجيب في اللي هو الايس كريم ده، يعني بتقولوا النكهة اللي انتوا عايزينها وبيديكوا الايس كريم. زي ما قلت لكم الاسعار بتبدأ من 15 جنيه، وابو 15 جنيه ده مش صغير، يعني بيقضيكوا ويكفيكوا كمان، وهتشبعوا منه. وعنده حاجات تانية كتير في المنيو بتاعه، ومليان حاجات يعني. فاحنا ايه بقى، انا خدنا الايس كريم زي ما شفتوا كده، احنا طلبناه وخدناه، وهنروح بقى نتمشى على الكورنيش. الجو هنا جامد جامد جامد. تعالى يا احمد، تعالى. خد يا احمد، تعالى تعالى ابويا، تعالى. ما تخافش اصورك معايا، ما تخافش والله ما بيعملش حاجه، سيبه تخاف. اوعى كده يا احمد، جوع. ده اول حاجه قابلناها اللي هو السيسي ده، واحمد كان خايف منه. على فكره اي حد ممكن يتصور معاه، وممكن تركبوه كمان وتتفسحوا بيه كده، بس احمد ابني كان خايف منه، هو اصلا بيخاف من الحيوانات عشان اول مره كمان يشوفه. احنا كملنا بقى كده ماشي زي ما شايفين على الكورنيش. زي ما قلت لكم الجو هنا جامد، الجو حلو قوي، يعني في القاهره درجه الحراره دلوقتي مش عايزه اقول لكم كام، والجو حر. هنا بتحسوا بالليل كده بالبرد، والجو حلو، الجو حلو قوي، وخصوصا على الكورنيش. حتى في الشقق برضو الجو حلو، والاجواء كده جميله، والناس كده سهرانه، وانتوا بتتمشوا على الكورنيش كده، يعني حاجه جامده، حاجه حلوه. وكل سنه وانتوا طيبين يا رب، بمناسبه العيد والامه الاسلاميه كلها بالف خير وسلام، وربنا يسعدكم كلكم. انا حابه بس اقول حاجه، الناس اللي متابعاني وبيكتبوا لي دايما كومنت، انا بشكركم جدا. انا بفرح قوي لما الاقيكم عاملين لي لايك وكاتبين لي كومنتات. اللي عايز يستفسر على اي حاجه، تذاكر دخول اي حاجه، الشوارع، احسن حته في مرسى مطروح، اي حاجه يكتب لي في الكومنت وانا هرد عليه على طول. ده يا جماعه احنا كنا ماشيين كده، لقينا السيرك ده هو جنبنا. زي ما قلت لكم احنا ساكنين عند الاذاعه والتلفزيون، مبنى الاذاعه والتلفزيون، احنا تاني نمره بعده، هو على البحر على طول، احنا تاني نمره، احنا برضو يعتبر على البحر، لان احنا بنشوف البحر واحنا قاعدين كده، ويا دوبك حاجه بسيطه كده قدامنا السيرك، وهو البحر بعديه. ده سيرك تاني كده جنبنا اهو زي ما انتم شايفين، وبيبقى فيه عروض، وادونا يعني بتاع ورقه كده بيفرقوها فيها العروض بتاعته واسعار التذاكر وكده، هي مش غالي برضو قوي، هو كويس يعني. وفي اسد، وفي تدريبات الحيوانات، ومش عارفه ايه، سيرك بقى زي ما انتم شايفين كده، وبيعملوا فيه عروض وكده يوميا يعني. احمد بقى راح كان بيأجر اللي هو الباجي اللي هو عايزه ده، بس انا كنت خايفه عليه جدا. الساعه على فكره الساعه بيقال لنا 120 جنيه حاجه زي كده، هو احنا اجرناه نص ساعه كان ب60 جنيه، انا مش فاكره والله قوي كان بكام، لان بابا اللي دفعه، فانا مش فاكره، فانا كنت خايفه عليه قوي. وهو بقى بصوا احمد اصلا اول مره يركبه، والراجل كان بيساعده،
وانا كنت خايفه عليه لانه كان بيدوس بنزين جامد زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى الكاميرا بتاعتي خلاص بقى عايزه تشحن، كنت عايزه اشحن الكاميرا فمفيش فلاش وكمان مفيش اضاءه كامله زي ما انتم شايفين كده. يعني انتوا طول ما انتوا ماشيين على الكورنيش بيقابلكوا حاجات كتير. ده الطفطف، احنا خرجنا اجرنا اللي هو البتاع اللي كان عايز يركبه ده وخرجنا، ده الطفطف بقى بيلف بيكوا المدينة كلها ب5 جنيه، تذكرة الفرد ب5 جنيه بس، ويودوكوا اماكن كتير وتتفسحوا في مرسى مطروح بحال. ده زي ما انتوا شفتوا برضو سيسي اهو، كل شوية قابلنا اللي هو سيسي ده، الراجل كان عمال يضرب وانا كنت عمالة اقول له حرام عليك، كان صعبان عليا. وده برضو بيفرق ورق دعاية الحفلة، يعني الحضور حفلة تقريبا افتتاح حاجة زي كده، كان بيفرق ورق عشان افتتاح الحفلة كان تاني يوم على طول. بس بصراحة احنا مروحناش الحفلة اللي هم كانوا بيوزع الورق بتاعها دي، انا بصراحة محبش الحفلات اللي فيها اغاني زي ما انتم شايفين كده. احمد ابني برضو كل حاجة بيخاف منها، قلت له تعالى صورك معاه مرضيش، مع ان الاطفال كلها كانت عمالة تجري وراه ومبسوطة بيه. بعد كده جوعنا بقى، رحنا نجيب كريب، ده قدام شارعنا بالظبط، شارع الاذاعه والتلفزيون. بصراحه الكريب بتاعه جامد، هو على الكورنيش كده بره في اول الشارع جنب الماركت. بيعمل بقى كريبات وحاجات، كل جميع انواع الكريبات بقى اللي انتوا عايزينها، كريب برجر بطاطس اي حاجه، وحاجته نظيفه وبيعملها قدامكم وحاجته كويسه يعني حلو. ده كان كنا طالبين الاوردر ده، ده كريب برجر زي ما شايفين كده. احمد ابني بقى محبش الكريبات فطلبت له بطاطس. الكريب بتاعه زي ما انا قلت لكم نضيف وحلو وكريب جامد يعني، وحاجه كده سريعه بيعمل لكم انتوا واقفين. احمد ابني بقى زي ما انا قلت لكم ما بيحبش الكريبات خالص، بيحب البطاطس. شوف طلب بطاطس زي ما انتم شايفين كده، بطاطس بالكاتشب. حياته كلها لو فضل طول النهار ياكل بطاطس مقليه هياكل بطاطس مقليه، ما بياكلش لحوم خالص ولا اي حاجه في حياته، عايز ياكل بطاطس وكده غلط. لازم كل الاطفال لو في اطفال بيتفرجوا عليا لازم تاكلوا وتتغذوا كويس، ما تعملوش زي احمد. عشان كده هو ضعيف ازاي وعامل ازاي. يلا عشان نروح ناجر العجل. حمود مش هيجيب عجله؟ مش هتاجر عجل؟ هتاجر عجله يا بوطي من شباك. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، احمد اول واحد اجر عجل زي ما انتم شايفين كده، احمد محمود ابن اختي. وبعدين رحنا الشارع الجانبي اللي هو قدام مبنى الاذاعه والتلفزيون على طول، ده الشارع الرئيسي. انا لسه ما روحتش الشارع التاني عشان هروح اوريكم العجل وكميه العجل في الشارع التاني. ده الشارع الرئيسي اهو اللي هو منه البحر على طول، وعلى فكره احنا شقتنا وراه كده شويه، ايوه في الحته اللي هناك دي كده. وقدامنا ده المبنى اللي انتوا شايفينه، ده مبنى الاذاعه والتلفزيون، قدامه على طول شارع جانبي مفيش عربيات بتعدي منه خالص، وهادي مفيش الا عجل. بس هوريه لكم دلوقتي، احنا بنعدي الطريق وهوريكم الشارع دلوقتي. شوفوا البت توتا يعني مش راضيه تصور هي والجنه، علشان وشهم باص خالص، مش عايزه اقول لكم الشمس حرقت وشهم خلت شكلهم غريب يعني. ده الشارع بقى فيه كمية عجل يعني غير عادية، في حوالي 1000 عجلة وأكتر والله من غير مبالغة، يعني في عجل كتير جدا 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 في الشارع ده، في الشارع اللي هو الرئيسي ده والشارع التاني كمان. هوريهولكوا برضو دلوقتي. نور كان بيختار عجلة، هما حاطين جميع مثلا مقاسات العجل علشان كل واحد يشوف العجلة اللي تناسب مقاسه وتناسب سنه بيختارها. وبعد كده بقى ايه بيأجرها، مثلا تقول عايزة ساعة نص ساعة، ويبدأ يحسب التايم بتاعك. واحمد جه اهو التاني بيروح ويجي زي ما شايفين، ونور أجر عجلة هو كمان. فاحنا انا عمالة اقول له روح الشارع التاني، الشارع التاني اهو هنروحه دلوقتي اهو.
وكمان في بيتش باج ده الكورنيش زي ما انتم شايفين كده. واحنا هنا بقى رحنا الشارع زي ما انتم شايفين اللي هو قدام الاذاعه والتلفزيون اهو، هنروح دلوقتي. هو شارع امن لان مفيش عربيات كتيره مفيش اصلا عربيات بتخش بتدخل في قلب، مليان عجل بس. بس المنطقه هنا جميله قوي وخصوصا بالليل، يعني العجل ده بيبداوا يأجروه كده من مغرب كده بقى الشمس تكون غابت، وتبصوا تلاقوا العجل ده. انا مش عارفه ما بشوفوش الصبح ولا انا باخدش بالي ولا ايه، انا بشوفه بالليل كل ما اجي خارجه بالليل بشوف كميه عجل، يعني ما شاء الله الله اكبر كتير جدا. ما شاء الله ربنا يبارك في العجل ده لصاحبه ويرزقه يا رب. زي ما انتم شايفين اهو بقى، زي ما انا قلت لكم رصاصين العجل كده جنب بعض، اللي يعجبه عجله بياخدها حسب سنه بقى وحسب الحجم اللي هو عايزه. والشارع ده ما بيعديش منه عربيات فعشان كده امن، فكل الاطفال هتلاقوهم موجودين فيه، والعيال ولادنا هم بقى مأجرين عجل. توتا زي ما قلت لكم يا جماعه مش راضيه تصور عشان وشها باظ، وكمان لما تبصوا لنفسها في المرايه بيه بس صعب عليها نفسها، فبتقولي وش بقى. قلت لها ان شاء الله يرجع حلو ويرجع احلى من الاول كمان عشان مقشر بقى وعامل زي المحروق كده. فاللي يروح المصيف يا جماعه لازم يشوف له حل في حكايه الشمس دوت والوش بيقشر وكده. شوفوا عامله ازاي شكلها بقى غريب، كانت رايحه زي القمر، شوفوا بقى شكلها غريب غريب. بصوا نور اهو بقى، مش عارفه التايم بتاعه بقى تقريبا كان خلص، جاب العجله اهو وشمس. احمد كان راح ورا خالص بقى، بس فكره تاجير العجل دي وخصوصا بالليل بتبقى حلوه. يعني الساعه دلوقتي يعني مش عايزه اقول لكم ان هي الساعه اصلا 12 ونص بالليل. استنى يا جماعه اهي اجرت على الجنة. دي صغيره عليك يا بنت، بالراحه وقت تطلعي بره. قدامنا مشيت بالعجل، أنا أجيبها لكم. فخليكم معايا، الناس اللي ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك عشان اول ما ينزل فيديو يوصلوكوا على طول. الناس بقى اللي ما شافتش شاطئ الغرام تروح تشوفه، وكمان رحنا القريه البدويه، ورحنا سوق ليبيا، ورحنا شارع الاسكندريه، ورحنا فين تاني، رحنا اماكن كتير وشاطئ رومل. هتشوفوا كل الحاجات دي انا منزليها، الناس اللي ما شافتش الفيديوهات تروح تشوفها بقى ويعملوا لي اشتراك عشان عايزه اوصل ل1000. انا شايفه الناس اللي بتتفرج عليا مش بترضى تعمل لي اشتراك ولايك. يلا كل اللي اتفرج على الفيديو يحط لي لايك عشان اعمل لكم فيديوهات تانية كتيره كتيره كتير. وعلى فكره انا بعد ما ارجع من مرسى مطروح انا رايحه مكان جامد حاجزه فيه وهشيره برضو، هعمل لكم جوله فيه وهشيره، مكان حلو قوي هيعجبكم. بس مش هحرق المفاجاه دلوقتي، خلاها بعدين. موجود في القاهره المكان ده، مش موجود هنا يعني. ودي كانت نهايه الخروجه بتاعتنا، احنا دلوقتي رايحين على شقتنا. شوفوا بقى شقتنا في نفس المكان اللي فيه تأجير العجل ده. احنا كنا بقى خلاص بقى سهرتنا كده خلصت، وكنا خلاص تعبنا، فاحنا مروحين بقى. ومع السلامة، وبشكر جدا كل الناس المتابعين.